مهمين جدا مع الخماسي بتاع نص الملعب. فده اعتقد الدور اللي ممكن يوظفوا بيه او التعليمات اللي ياخدها هشام من حسام البدري. وفي نفس الوقت هشام عنده ميزات كويسه باذن الله تعالى، ولعيب عنده ثقه كويسه، لعيب قوي جريء جدا، لعيب يعني لعيب ممكن يبقى اضافه وحل من الحلول اللي عند حسام النهارده من تحت الروس حربه في المنطقه في العمق مع عبد الله السعيد. فده ممكن يكون التعليمات والوظائف بتاعه ده وصول الفريق يعني اللي ملعب الاولمبي بسوسه. وطبعا المهندس محمود طاهر طبعا وصل ايضا للملعب استعدادا لان شاء الله المباراه. كابتن وليد خليني اكلمك بقى على يعني جزئيه النجم الساحلي استغلاله. واحد زي عمرو مرعي عنده القدرات انه يلعب داخل ال 18 بشكل جيد، ضربات الراس عنده، حتى لو انت بتلعب في ملعب صغير فاكيد هتعتمد الى حد ما على جزء الكرات الطوليه. صحيح. انت بقى هنا عندك المشكله انك تاخد الكره الثانيه وفي نفس الوقت تقدر تمنع عمرو مرعي من يلعب ضربات الراس بشكل جيد داخل ال 18 كابتن. بص، هو مهم جدا ان انا اعرف اللاعب اللي قدامي بيتميز بايه وابتدي احاول اعمل الحاجه اللي تفقده ميزته. بمعنى ايه؟ في راس حربه بيبقى حريف مثلا، انا ده ما خليش الكره توصل له. في راس حربه بلغه الكره كده هجام، يعني عمرو مرعي من رؤوس الحربه اللي بيجري في كل حته وبينط في كل كوره، ويعني في برضه لعبه فيه شويه عشوائيه، يعني بيجري في كل حته. ده العبه ازاي؟ العبه بعقل. بمعنى ايه؟ ان ممكن هو يطلع ياخد الكوره مفيش مشكله، اسيبه ياخدها بس اخد انا من تحتيه. يبقى انا عارف وهو طالع هيحط الكوره يمينه او شماله، ابقى انا مامن نفسي وهكذا، ما التحمش معاه كتير لان هو وهو في الهواء بيقع بيعرف ياخد فاولات. عمرو من زمان وهو في الداخليه وهو في انبي وحتى لما راح شويه منتخب مصر، يعني في كل المواقف بتاعته في مباراه الاهلي طرابلس خد فاولات كتير لان هو بيعرف يستلم ويقع زي ما بيعملها كده عمرو جمال. اعرف انا اتعامل معاه بس بالمخ بالعقل مش بالقوه. لو اتعاملت معاه بالقوه هو هيتعبني، لكن اتعامل معاه بالعقل. فمهم جدا ان انا، لكن كمان في نقطه التغطيه برضه يا كابتن مهم جدا. برافو عليك. لما عشان ده في الاخر بيطلع عشان يدي الواحد جاي من تحت. برافو عليك. هو الراس حربه اذا كان حتى تحتيه خليل بنجوره او لو لعب ايهاب المساكني غالبا هيلعب على حساب امين الشرميطي، الاثنين عندهم سرعه والاثنين بيروحوا في الاماكن الفاضيه. فانا النهارده دور احمد فتحي ودور علي ان الراجل عمرو مرعي ده لما يطلع وياخد الكره بدماغه ابقى انا مغطي زي ما انت بتقول. في نفس الوقت شريف اكرامي مهم جدا انه يبقى ورا خط الدفاع في مواقف كتير جدا. لو الراس حربه زحلق الكره لورا او لو كره طوليه لازم انا كحارس مرمى اامن القصص دي كلها واخد كل المواقف دي، ابقى انا على طول في مكان بيسمح لي ان انا اروح والعبها مره واحده، خصوصا ان الملعب ضيق. ملعب ضيق يعني ايه؟ يعني من عند الاخ كوناتي او رامي البدوي طبعا اللعيب الدولي، لو حطها واحده طوليه لعمرو مرعي يبقى انا خلاص انا بقيت ايه جوه ال 18. يبقى انا هنا كحارس مرمى اكون فين؟ هي دي النقطه.